نبدأ بتفسير الآيات المباركات في سورة الحج في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن من الناس من لا يؤمن بالله أصلا ويجادل في الله عز وجل لأنه ملحد، لا يقر بالرب سبحانه وتعالى، يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإنما تلقى هذا من عقله الخاسر أو يتلقاه من أمثاله من أهل الكفر والإلحاد، ولا يصغي لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل همه الجدال في حق الله سبحانه وتعالى، لا ينظر في الآيات الكونية، لا ينظر في الآيات القرآنية والوحي المنزل، وإنما يركب هواه وعقله الكاسد. هذا صنف من الناس ولا يزال موجودا. والصنف الثاني من يؤمن بالله إيمانا مهزوزا، إيمانا مهزوزا، يعبد الله على حرف يعني على طرف، لم يتمكن الإيمان من قلبه، وأيضا هو ينظر إلى مصالحه، فإن وجد خيرا اطمأن به ومدح هذا الدين وأثنى عليه، وإلا إذا امتحنه الله سبحانه وتعالى فإنه ينقلب على عقبيه، يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، هذا خسر الدنيا والآخرة، لأنه في الدنيا لم يطمئن ولم يستقر الإيمان في قلبه، فهو يعيش مذبذبا تارة كذا وتارة كذا، فهو في قلق، وفي الآخرة يؤول إلى النار والعياذ بالله، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، يعني هذا عملك الذي قدمته في الدنيا تجازى به يوم القيامة، ولم يظلمه الله سبحانه وتعالى، إن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ثم ذكر المشرك الذي يعبد الله ويعبد معه غيره،
يدعو من دون الله من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار ما لا يضره، يعني لا يملك له ضرا ولا نفع، لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الضار النافع، القابض الباسط، المعطي والمانع، هذا بيد الله. وأما المخلوق فليس بيده نفع وليس بيده ضرر إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى، فالأمر بيد الله. ذلك يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الخسران المبين الذي، لأن الشرك يحبط العمل ويبطله ولا يصح معه عمل، فهو يعمل ويتعب ولكنه يبطله بالشرك. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، الضلال عن الحق البعيد الذي لا يرجع صاحبه إلى الحق ببعده عنه وإغرائه في الضلال والعياذ بالله، تعمقه في الكفر والضلال. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير، لأنه تولاه الشيطان. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أسأل الله العافية. فالواجب على المسلم أن يتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله، وأن يترك الآراء والأفكار ويطرحها ويقتنع بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعضهم أو كثيرا منهم مبتلا بالزيغ والضلال وعمل بصيرة، لأن الله سبحانه عاقبه لما رفض الإيمان ورفض دعوة الرسل، عاقبه الله فأعمى قلبه، فهذا هو الضلال البعيد، نسأل الله العافية. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه إن كان فيه نفع، ولكن ضر، ومعلوم أنه إذا كان الضرر أكثر من النفع فإن هذا النفع ليس له وجود إلا وجودا ضعيفا لا ينفع صاحبه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء شيخنا الكريم.